بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن التحالف الدولي ضد داعش أن مسؤولين محليين وشيوخ عشائر سوريين يقودون محادثات لتأمين ممر آمن للمدنيين الذين يتخذهم داعش دروعا بشرية في مناطق من مدينة الرقة ما تزال تحت احتلال أفراد التنظيم الإرهابي. ويدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تنفذ عملية عسكرية تمكنت حتى الآن من إخراج تنظيم داعش من قرابة 90% من الرقة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية بقيمة 7 ملايين دولار لأية معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي بميليشيات حزب الله اللبنانية طلال حمية، و5 ملايين دولار لأية معلومات عن القيادي فؤاد شكر. وبحسب الخارجية الأمريكية فإن حمية يدير ذراع الإرهابية الدولية لحزب الله وقد ارتبط بعدد من الاعتداءات الإرهابية، أما شكر فهو قيادي عسكري كبير في حزب الله وشارك في الهجوم الذي أوقع أكثر من 200 قتيل في صفوف البحرية الأمريكية في بيروت في عام 1983. ذكر تقرير أن قراصنة معلوماتية من كوريا الشمالية سرقوا مئات البيانات العسكرية من كوريا الجنوبية، بينها خطط عمليات حربية مفصلة تشمل حليفها الأمريكي. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم ري تشيول هي إن من بين الوثائق المسربة خطط عمليات 50-15 التي تطبق في حال حرب مع الشمال. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع وزير الدفاع جيم ماتس ورئيس الأركان جو دانفورد الخيارات العسكرية لمواجهة كوريا الشمالية. وأضاف البيت الأبيض أن الإحاطة والنقاش تركزا على كيفية الرد على أي شكل من أشكال العدوان من جانب كوريا الشمالية، وإذا لزم الأمر منع كوريا الشمالية من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بأسلحة نووية. أعلن نائب رئيس الوزراء الإسباني سورايا دي سانتا ماريا أن الحكومة في مدريد لا تعترف بشرعية إعلان انفصال كاتالونيا وجميع الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء حتى العودة إلى المسار القانوني. وقال دي سانتا ماريا إن رئيس حكومة كاتالونيا كارلس بوتشيديمون أوصل الوضع إلى أقصى مستوى من عدم الاستقرار، كما أن خطابه ينم عن شخص لا يعرف أين هو ولا أين يسير ومع من يريد أن يتجه. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.